طب سيادة المستشار، اللي انا اعرفه ان المصري مثلا عايز يتقدم بالتماس بشان ان هو لديه مستندات جديده او ادله جديده او امور جديده يعني، وبيرغب في تقديم التماس للجنه الاستئناف. لمن سيتقدم الان بالاستئناف؟ هل ستقبلون الان رغم ما فعله اتحاد الكوره وما كتب على موقع اتحاد الكوره، هل من الممكن ان تقبلوا ملف مثلا من النادي المصري في الوقت الحالي؟ الجميع تواسية امام لجنة الاستئناف. انا افهم، لكن لو جه النادي المصري دلوقتي رغم انه امام الرأي العام اتحاد الكرة قال ان انتوا خلاص، لكن انتوا بتقولوا ان انتوا مش خلاص، هل لو جه المصري دلوقتي، جه مندوب من النادي المصري وراح اتحاد الكرة، هل يجي لكم انتوا دلوقتي؟ والله هو احنا اللي في لينا سكرتارية في اتحاد الكرة، وفي مقرر اللجنة بيسدد رسوم الالتماس في خلال مدة الالتماس 10 ايام وبياخد الالتماس وبيبقى في اتصال معايا بصفة رئيس اللجنة. وانا يعني الكلام اللي قاله البيان اللي قاله الاتحاد الكرة، والله هو يروح للجان اللي هو عينها اللي هو اختارها، لكن الكلام ده انا لا يخصني لا شكلا او موضوعا. طب اذا ولا حتى بعد اذن حضرتك، ولا حتى توجيه الشكر. نعم، الشكر الفني ده واجب طبعا انتوا تقدمونه للكره المصريه طبعا. سياده المستشار، يعني هنفترض انه مندوب النادي المصري دلوقتي او مندوب النادي الاهلي بيتقدم بالالتماس، ان انا هقدم الالتماس بكره، قال كده، وراح اتحاد الكره يقدمه لجنه الاستئناف، قالوا ما فيش حاجه اسمها لجنه استئناف يا عم دلوقتي، مش هناخد منك رسوم. موظف الخزنه مثلا، لانه اكيد بيسدد في خزانه الاتحاد يعني بشكل رسمي، ما هو الاجراء اللي ممكن يتبعه؟ ممكن يروح يودع الكلام ده ويجيب محضر، وفي كل القانون غطى كل حاجه. هو بيمتنع الاتحاد وهو جاي يدعي على الاستلام حاجه او قدمت ان في كذا اجراء يعلمه القانونيين لتنفيذ الاجراء القانوني لغايته، يعني مش هيجي مثلا موظف انت رحت لجهه يقول لك لا مش هاخد يبقى خلاص. طب انا عشان برضه اختتم حديثي، حضرتك اللي انا فاهمه انه النادي المصري تحديدا، لان المصري يعني اعلن تضرره من قرار حضراتكم، النادي المصري اذا كان لديه جديد فانتم تقبلون التماسه لا مشكله، يعني القرار مش نهائي في حاله ان هناك جديد قدم من النادي المصري. طبعا.